وبداية الجولة الثانية بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. الشوط الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص باللقاية الابكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مسافة ورحلة الخمسة كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وما يحمله من تحديات، من إثارة، من تنافس. وأرى هني اللي قادت المجموعة منذ البداية اللي هي ماركة بشعار مطر بن غدير بن سعيد الكتبي، تليها في المركز الثاني سرابة لعلي بن سعيد بن راشد الراشدي، ومع المركز الثالث التسلل في هذه اللحظات من غية وغدير بن حميد بن عثيث الراشدي، من يعلن هذا الانطلاق مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم والتنافس ايضا مع المركز الرابع، ارى الانطلاق المثير. نتابع التحديات من مياسه راشد بن خليفه بالمر النيادي، ومع المركز الخامس القدوم والتسلل من سلام سالم بن سهيل بالشرقي العامري بين اذا انطلقنا مع المركز السادس، بأرى التحديات من نصيبه لسيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، ومع المركز السابع، القدوم والتحديات ايضا القادمه في هذه اللحظات مع هذه الاسامي، مع هذه الشعارات المتميزه. نتابع التسلل، نتابع لمحه لعبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي ايضا، من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثامن، ارهني ايضا دموع حمد بن هلال بالزفنه العفاري، من يتابع انطلاق الدموع مع المركز الثامن والتاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز التاسع من الجانب الاخر ارى هناك ايضا شعار مطر بن عيد بالكوس، وعاشر التحديات التسلل لنصيبه، من بدات تتسلل في هذه اللحظات، ولكن ارى هني اسم جديد بدا يتدخل في هذه اللحظات اللي هي حشمه محمد بن راشد بن قحيد المهيري، من يتابع انطلاقه حشمه مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الاول، للعشر المراكز الاولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، وارى هني ماركة من انطلقت بناموس هذا الشوط وبهذا الاندفاع المثير، مطر بن غدير بن سعيد الكتبي، من يتابع انطلاقة ماركة على راس الحربة، تندفع منذ البداية، تقود المجموعة باندفاع مثير بتحدي جميل. يا سلام يا سلام يا سلام، ننطلق مع المركز الثاني، نتابع ثاني التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، وارى التسلل، مع المركز الثاني. ارى هني الظبي، من بدات تتسلل في هذه اللحظات، محمد بن مسلم بن هي العامري، من يتابع انطلاقه الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم، يا سلام، نتابع التحديات القادمة، نتابع التسلل، مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى هني اللي تدخلت في هذه اللحظات. نتابع دموع، من بدأت تتسلل حمد بن هلال بالزفنة العفاري مع المركز الثالث. ورابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الرابع، التسلل، انطلاقة أيضا انطلاقة الطيارة، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع، ولكن ينخطف من الخوار، راشد بن سالم بن محمد الشامسي. وارى هني حشمه بدات تنطلق مع المركز الخامس محمد بن راشد بن قحيد المهيري، ومع المركز السابع، التسلل، مشاهدينا متابعينا الكرام، من سرابه لعلي بن سعيد بن راشد الراشدي، ولكن من الجانب الاخر ارى هناك الصعيبة، من بدأ تدخل في هذه اللحظات، وعبد الله بن محمد بن يابر، من أعلن هذا الانطلاق والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، من مياسة لحمد بن حميد بن سالم الدرعي، ومن الجانب الآخر هناك أيضا الشاهنية بشعار مبارك بن رغش بن طبازة العامري، من ينطلق مع هذا الأداء المثير.
يا سلام، المركز التاسع، المركز التاسع. أرى التحديات القادمة من أفكار خلفان بن سيف الغويس، ومع المركز العاشر، مع المركز العاشر منصورة لعمير بن حزمي بن قناص العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بدين بدين أيضا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. ونعود مع الماركة، مع الماركة من تقود هذه الجموع وتسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية. مطر بن غدير بن سعيد الاكتبي، من يتابع، من يتابع انطلاقة ماركة ومركز كل التركيز مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الاندفاع الجميل اللي تقدمه، اللي تقدمه ماركة. ماركة في السبق والأصالة تندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية وهي الأقرب. ولكن أرى التحديات من الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازة العامري، من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق الجميل. وأرى القدوم أيضا، التسلل، التسلل، التسلل. نتابع شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من أعلن هذا الانطلاق. واللحظات الأخيرة، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. يا سلام، والماركة على الصدارة تقود المجموعة مع هذا المنظر الرائع. يا سلام، يا سلام، يا سلام، اللحظات الأخيرة. هل تصمد، هل تصمد ماركة على مقدمة هذا الشوط رغم الضغوطات القادمة؟ نتابع، نتابع نوادر لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي يفاجئ الجميع في اللحظات الأخيرة. ومن الجانب الآخر الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازه العامري، اللحظات الأخيرة. وأرى شعار بالحزمي قادم، ولكن الشاهينية، 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 اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الشاهينية ولا نوادر، 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 نوادر في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على فوز نوادر بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازه العامري، أو المركز الثاني اللي فاجأتنا لعمير بن حزمي بن قناص العامري. المركز الثالث لمبارك بن رغش بن طبازه العامري تصل مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات كانت في اللحظات الأخيرة. والمركز الرابع كان القدوم أيضا من أفكار لخلفان بن سيف الغويس، والمركز الخامس الدانة لسعود بن علي اليابري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول نوادر إلى خط النهاية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 48 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والسلام يا السمحة، السلام. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني، الدخول كان جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام من حينهن الأعضاء خط النهاية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لعمير بن حزمي بن قناص العامري. التوقيت الزمني 7 دقائق 49 ثانية، جزئين من الثانية. والتهاني أيضا لمبارك بن رغش بن طبازة العامري.